مساء الخير. تعيد ميليشيات قسد تدوير المستهلك، تختلق مسرحية ممجوجة السيناريو والإخراج. فيلم هندي ذلك الذي يحدث في الحسكة تتكشف حبكته قبل أن تكتمل أحداثه. تفجير مفخخة أمام سجن الثانوية الصناعية في حي غويران الذي يضم مئات العناصر من تنظيم داعش يؤدي إلى فرار كل من فيه دفعة واحدة. تكمل داعش المسرحية، مقاتلون يخوضون أعتى المعارك في حرب عصابات بشوارع الحسكة. التنظيم تبنى بشكل رسمي الهجوم على سجن الصناعة وقال إنه يهدف لتحرير السجناء. تصنع قسد نهاية للفيلم على طريقتها، أحضروا سجناء من سجن آخر، انقلوهم أمام الكاميرات في شاحنات عراة وقولوا للعالم قبضنا على الفارين. هذا ما يقوله نشطاء الحسكة وهم يصفون صورة ما جرى متسائلين، كيف يتم إعادتهم إلى سجن غويران وهو لا يزال تحت سيطرة داعش منذ ليلة الخميس وحتى الآن؟ أعلنت الميليشيات 5 مرات إعادة سيطرتها على السجن، تتراجع لاحقاً عن هذا التصريح، تكذب نفسها. ميليشيا قسد نفذت إعدامات ميدانية على باب معهد المراقبين الفنيين بالحسكة في وقت استهدفت فيه المروحيات الأمريكية السجناء الفارين قنصاً. أكثر من 80 قتيلاً ومن كلا الطرفين في هذه العملية وفق معلومات متقاطعة لصفحات محلية. مئات المدنيين نزحوا هرباً، بعضهم وصل إلى مناطق سيطرة النظام. ولكن أين ذهبت داعش الذين سمحت قسد بفرارهم؟ نقول سمحت لأن سجناً يضم هذا النوع من السجناء وتحت إشراف التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى الإرهاب يديره أقوى جيوش العالم لا يمكن أن يفر منه أحد دون باب موارب ترك له. فكيف بأن من فروا هم بالعشرات؟ ما مهمتهم القادمة؟ من سيكون عليه القلق أكثر من هذا الفرار؟ سنة العراق أم سنة سوريا؟ للأمانة هو سيناريو مجتزأ من نص سبقهم إليه المالكي عندما كان رئيساً لوزراء حكومة طهران في بغداد. يومها سقطت الموصل تسليماً بكل ما فيها من قطع عسكرية، ثم تركت أبواب السجون مشرعة أمام عناصر داعش. اخرجوا أيها القوم، مهمتكم لم تنتهي بعد. أحداث سجن الصناعة بحي غويران ليست بعيدة عن مقتل 11 عنصر من الجيش العراقي في ناحية العضيم بمحافظة ديالى بهجوم قيل إنه داعشي. ميليشيات الحشد الموالية لطهران تخطط وفق محللين عراقيين لاستهداف سنة العراق، مستندة إلى مزاعم استخباراتية تقول إن الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة يهدف لتهريب 5000 داعشي وإدخالهم إلى العراق. ماذا لو كانت ميليشيات قسد كمنظومة لا دخل لها بكل ما حصل، وبأن من دبر لعناصر داعش هذا الهروب الجماعي هو فساد إدارة السجن، والكل يعرف أنه ب$8000 تستطيع الخروج، أم أن الأمر برمته لا يعدو أن يكون مجرد بروباغندا إعلامية تريد قسد منها الضغط على الأمريكان للبقاء، مهددة داعش ستعود برحيلكم، لا قبل لنا بهم، ابقوا معنا. ماذا لو كان هذا هو السيناريو الصحيح والصادق من كل ما جرى منذ مساء الخميس؟ وميليشيات قسد تعلم كغيرها أن خروج الجيش الأمريكي من سوريا يعني نهايتها. هذا ما نناقشه في هذه الحلقة اليوم مع العقيد فايز الأسمر المحلل العسكري معنا من غازي عنتاب، ومع أيضا مدير شبكة جيو استراتيجي للدراسات إبراهيم كبان من دوسلدورف، ومن عمان ينضم إلينا الباحث السياسي عبد القادر النايل. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. سيد إبراهيم كبان، دعني أبدأ معك هذا الحوار حول ما جرى في سجن غويران وفي الحسكة. كيف تنظر إلى البيانات المتضاربة التي قدمت جميعها من قبل قسد؟ تحياتي القلبية لكم ولمشاهدينكم الكرام ولضيوفكم. حقيقة ما حصل في مدينة الحسكة هو ليس بالأمر الأول، يعني هو يحصل منذ فترة، يعني فترة عامين أكثر كان هناك محاولات لمجموعات داعش في الفرار من السجن. هذا السجن يقع في مدينة الحسكة، من لا يعرف مدينة الحسكة يعرف أن هناك
مكونات متعددة في هذه المدينة، وأيضا هناك وجود للمربع الأمني للنظام السوري، وهناك بعض الأحياء التي يعني يسيطر عليها بعض الباحثين الفاشيين التابعين للنظام السوري. يعني هناك خلط في هذه المدينة. جنوبا لهذه المدينة وغربا هناك يعني مساحات كبيرة بادية، يعني وداعش يتواجدون اساسا في تلك الباديه، في بعض المواقع في الباديه، وايضا هناك بعض الاحياء داخل مدينه الحسكه التي لا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطيه والاداره الذاتيه. هذه الاحياء ايضا ولكن لها تحديدا سجن غويران يا سيد ابراهيم يعني تسيطر عليه تأكيد. ميليشيا قسد وايضا قوات نعم التحالف بالتأكيد. الدولي. الحاضنه، انا اعتقد هناك حاضنه موجوده في المنطقه، هذه الحاضنه لدى بعض الذين لا يزالوا يتاثرون بالفكر البعثي الفاشي الذين يعني ربما طيب. يكونوا هذا الموضوع اتهام للأهالي يا أستاذ إبراهيم، وبالتالي يعني دعشنت كل من هو متواجد في تلك المناطق. سيادة لم تدعيني العقيد، أكمل الفكرة، بس دعيني طيب أكمل الفكرة وممكن تفضل لك أن تفضل تسألي ما تسأل. باختصار أنا أعتقد الفكرة على الشكل التالي، هذه المحاولات لداعش ليس هي الأولى من نوعها، هناك حقيقة محاولات متعددة لشبكة داعش الموجودة في المعتق سواء في الهول أو في سجن الحسكة، وأيضا هناك بعض المساهمين والخلايا النائمة في المدينة كانت تساعد فترات الماضية مع داعش في عمليات الهروب أو عمليات الخلق أزمة في هذا السجن. أعتقد ليس هي مسرحية كما قلتم طيب. وليس هي فيلم هندي، إنما المسرحية الأولى هو الوسائل الإعلامية التي تروج إن كل ما يحصل هو فيلم هندي، النظام السوري يقتل نصف السوريين فيلم هندي، المعارضة تحتل عفرين والسريكانية فيلم هندي، كل ما يقال فيلم طيب هندي، عن ولكن هذا الفيلم الواقع هو الهندي هذه يا أستاذ المجموعات إبراهيم دعني الإرهابية. أسأل سيادة العقيد فايز الأسمر. سيادة العقيد، لماذا فقط الدواعش يحاول الهروب ويتمكنوا من الهروب من السجون؟ مساء الخير. يعني بالتأكيد لا نستطيع أن نقول أن هناك مؤامرة أستاذ أحلام، ولا نستطيع الحكم بالمطلق. هو بالتأكيد معقل من معاقل قسد في قلب مدينة محصنة، إن كان بالوجود الروسي أو الأمريكي أو حتى وجود قسد، يعني مثل ما يقولوا مربعاتها الأمنية. فيجب عمليا إذا كان هذا سجن ل4000 داعشي، يجب أن يكون مؤمن بكافة الاحتياطات الأمنية في الطرق التي تؤدي إليه، حتى في المناطق التي تؤدي إليه والمناطق المحيطة. أنا أعرف سجن الحسكة حقيقة، وهو موجود في منطقة شبه سكانية، يعني حتى مكتظة في السكان، وبتصوري أن هذا الموقع لا يصلح حتى أن يكون سجن، هو مدرسة ثانوية الصناعة، حولوه منذ عام 2019 أو حتى قبل إلى سجن. ولكن كمان في المقابل خلينا نقول وما نخلي الأمور أنه فيها مؤامرة، بالتأكيد داعش نشط، ونشاطه في البادية السورية هو يدمي النظام حقيقة، ويدمي ميليشيات إيران في البادية السورية، وهناك عشرات الآلاف من الضربات الجوية الروسية التي تلاحق تنظيم داعش ومواقعه الافتراضية. يعني لا يمكننا أن ننكر أن هذه ممكن أن تكون عملية حقيقية بعيدة عن نظرة المؤامرة. لاحظنا أن من الواضح أن هذه العملية والعملية المتزامنة الأخرى التي حدثت في العراق في شمال ديالى تدلنا دلالة واضحة على أن تنظيم داعش قد تجاوز مرحلة الكمون النسبي التي يمر بها بعد أن خسر آخر معاقله في طيب الباغوث سيادة في العقيد، عام ذكرت نقطة 2019. مهمة جدا دعني أشرك فيها السيد عبد القادر. يعني سيد عبد القادر، اليوم هذا السجن كما وضح سيادة العقيد بأنه يتواجد ضمن منطقة سكنية مكتظة بالسكان، وهو مدرسة في الأصل، يعني ليس مهيأ ليكون سجن لعناصر تنظيم داعش وأيضا قيادات. لماذا لم يتم نقل هذا السجن إلى مناطق أخرى من قبل التحالف الدولي ومن قبل ميليشيا قسد؟ ألا ترى بأنه يراد له أن يكون هنا؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام وضيوفكم الأعزاء. هناك قاعدة أمنية مهمة، إذا أردت أن تعرف القاتل فتش على المستفيد. بالتالي ما يحدث الآن في سجن غويران أو منطقة الحسكة هو واضح، أصبحت المعلومات واضحة تماما، لا تحتاج إلى تحليلات. نحن لا نقول أن داعش ليست موجودة، ولا نقول أن العملية ليست ربما في رمتها مسرحية، لا العملية، لكن من سمح للوصول إلى هذا السجن؟ بالتأكيد هناك غايات أساسية، لا سيما
أننا هنا أتكلم عن معلومات وليس تحليلا، عن ما جرى في اجتماع رباعي أو خماسي إن صح التعبير في منطقة سنجار في مستشفى أو قرب مستشفى سنوني، وضم الحرس الثوري الإيراني ومنظمة البككة وضم من قيادات قسد وضم من ميليشيات الحشد الشعبي، وبالتالي جرى الاجتماع على عدة تنسيقات مهمة لأن الكل هناك يبحث عن استفادة من الدعم فيما بينهم للوصول إلى مرحلة مهمة تماما. وما حدث اليوم حقيقة وما حدث ليلة الخميس هي بالفعل يراد من خلاله أن تكون هكذا عملية لسببين أساسيين. السبب الأول هو لإضطرار التحالف الأمريكي للبقاء لدعم قسد، وبالتالي هذه قضية أصبحت معلومة وواضحة تماما، وهو كان يحتاج إلى هكذا أمور وهكذا جهود بهذا الإطار. ثانيا هناك معلومة مهمة وهي تنفذ الآن على أرض الواقع في الحسكة، وهي هذه القضية هي يعني العمود الفقري لإنجاح عملية تهريب السجناء، وهي عملية تهجير أهالي غويران وحي الزهراء. اليوم جميع الأهالي يخرجون نزوحا، إذا نحن أمام تغيير ديموغرافي أساسي. هكذا يراد من استغلال هكذا عمليات، وإلا فالأهالي عندما يهجرون ما ذنبهم ولماذا يهجرون؟ إذا لابد أن يكون هناك سببا أو افتعال قضية مهمة تماما للحصول أو حصاد نتائج جرت من خلال وجود عمليات عسكرية لإخراج هؤلاء السجناء. ثالثا من الذي قال أن جميع السجناء هم لداعش؟ السجناء جرى اعتقالهم على أسس حقيقة منها قومية ومنها انتهازية، وما رأيناه من تسليم لقسد لبعض العراقيين الذين دفعتهم الحروب في منطقة القائم الحدودية للنزوح إلى الداخل السوري واعتقلتهم هم أبرياء ولا علاقة لهم بداعش، وجرى تسليمهم إلى الحكومة الطائفية في بغداد وتم إعدامهم بسرعة البرق على أنهم دواعش، جرى تسليمهم. لذلك لا وجود للعدالة التي يمكن من خلالها أن يتم تبني كل عمليات موجودة هنا. لا أنفي أن داعش بدأ بعمليات وتحرك وهو يتحرك في صحراء البادية الحسكة بالتأكيد، لكن القوة الموجودة وفق طيران التحالف ولا سيما في سوريا هناك طيران روسي وهناك طيران للنظام وهناك تقاطع مصالح كبيرة ضد داعش، وبالتالي لا يمكن أن يجرى بعملية هكذا دون أن يكون هناك ضوءا أخضرا حتى وإن لم يكن اتفاقا، لكن هو عمليات انسحاب كما حدث في الموصل، وبالتالي جرى تهجير الكتلة الأكبر السكانية في الموصل. أستاذ إبراهيم، يعني النقاط التي ذكرتها سيد عبد القادر مهمة جدا، ولكن دعني أرى رأي الأستاذ إبراهيم فيها. أنا استغربت حقيقة، ثلاث أرباع المدن الكردية أصبحت معربة اليوم خلال السنوات الماضية، سواء مدينة القامشلي ومدينة عمودة ومدينة الدرباسية والمالكية والحسكة، أصبحت معظمها من السكان الأخوة العرب. يتحدث زيفك عن تغيير ديموغرافي كردي في مدينة الحسكة إحدى الغرائب. ثانيا المدينة تشهد حقيقة منذ ثلاثة أيام مواجهات عنيفة جدا، هذه المواجهات بطبيعة الحال من حق الأهالي المدنيين النزوح عن هذه الأحياء التي تشهد مواجهات عنيفة، كانت عنيفة جدا. يعني لو تشاهدون اللقطات التي ظهرت على الإعلام هي حقيقة ليست بأمر طبيعي. داعش، يعني عناصر داعش المتمرسة على حرب الشوارع، على حرب قتال الشوارع، هذه العناصر وصلت إليها السلاح، عندما تصل إليها السلاح دخلت في كيف وصل إليها السلاح يا أستاذ إبراهيم؟ هم داخل السجون، ميليشيا قصد تسيطر على المنطقة، تحالف الدولي يتواجد، كيف؟ هذا هو السؤال المهم. يعني هنا السؤال هو على نحو التالي، كيف وصل السلاح إلى داعش؟ هذه المجموعات موجودة في السجن وهناك حراسة لهذا السجن وقوات تحمي هذا السجن، هناك حينما تسهل تكون هناك أي طريقة للحصول على سلاحين فبإمكانك أن تحصل على 20 سلاح من العناصر، هناك ضحايا من العناصر التي كانت تحمي هذا السجن، هناك أكثر من 25-30 عسكري تم يعني قتلهم من قبل داعش. إذا هذا السلاح وقع بالداعش عمليا، إذا وقع هذا السلاح سينتقل إلى المرحلة الثانية وهو مرحلة الأحياء وحرب الشوارع. الطيران لا يمكن أن تعمل ضمن هذه الأحياء المكتظة بسكان، وضيفك أكد على ذلك. الدرجة الثانية حتى حرب الشوارع يصعب جدا الدخول في حرب الشوارع داخل أحياء الغويران، هذه أيضا إحدى الصعوبات الثانية. هذا ما سهل لداعش الحصول على أيضا السلاح من بعد الخلايا النائمة ضمن هذه الأحياء، بالإضافة إلى ذلك ما حصلوا عليه من حول السجن. أستاذ إبراهيم، تناقض حديثك بنقطة، يعني تقول أنه عناصر داعش حصلوا على السلاح من هذه الأحياء، وتقول أيضا بأنه أهالي هذه الأحياء مدنيين هم ضحية ما يجري. لا،
انا اكدت على قضيه الخلايا النائمه، الخلايا النائمه موجوده في كل منطقه الاداره الذاتيه، الخلايا النائمه التابعه للاستخبارات التركيه والنظام البعث الفاشي موجودين في كل المناطق، في مدينه الحسكه، في مدينه منبج، في مدينه القامشلي، كل المدن الواقعه تحت سيطره قوات سوريا الديمقراطيه يتواجد فيها خلايا نائمه للبعث النظام وايضا للاستخبارات التركيه. لهذا انا اعتقد عمليه تسهيل هذه المساله وصول السلاح الى هذه العناصر هي عمليه تحضير. انا قلت مدينه الحسكه موجوده في نقطه حساسه جدا قريبة من البادية، البادية أيضا هناك تحركات لمجموعات الداعش، هناك حقيقة انتعاش لهذه المجموعات في حوالي مدينة الحسك وخاصة مناطق دير الزور والبادية، لهذا العملية كانت جاهزة، أنا أعتقد عملية كاملة جاهزة، وحصلت هذه العملية بمساعدة الداعش في البادية أيضا، وأيضا بتسهيل النظام السوري والخلايا النائمة التركية في مدينة الحسكة، وأيضا يعني هذه العناصر المتمرسة على حرب الشوارع هي التي استطاعت أن تستولي على بعض السلاح من السجن، وأيضا قامت بهذه العملية وهي عملية ذكية جدا من قبل داعش، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصل هذه العملية إلى مستوى إنها نجحت، لأن قوات سوريا الديمقراطية وقوى أمن الداخل الأساس استطاعت القضاء على جيوب كثيرة لهذه المجموعات الإرهابية. طيب سيادة العقيد، هل ما نراه اليوم في الحسكة هو رسائل من قبل التنظيم على أنه قادر على تجديد نفسه، أم هو دعم واستثمار بهذا التنظيم وبالعناصر المتواجدين هناك لمهمات أخرى قادمة؟ يعني أستاذة أحلام، بس خلينا تعطيني وقت أحللها عسكرياً. يعني نعم. أنا بعيداً عن نظرة المؤامرة، بالتأكيد كل الأحداث التي تجري على الساحة السورية إن كانت بمؤامرة أو بغير مؤامرة هناك من يستثمرها لصالحه. بالتأكيد هذه العملية ستستثمر من قبل أفراد أو من قبل جماعات أو من قبل دول، ولكن لا نقول ولا نرفع الغطاء أنه ما قامت بها داعش أو تسهل لها أو هي نظرية مؤامرة. خلينا نناقشها عسكريا. العملية هي عملية منسقة، يعني أنا إذا عندي 10 عناصر مدربين جدا بيصير عندي 100 بارودة أو 200 بارودة. أنا عندما أهاجم هذا السجن وفي داخل السجن من المعروف أنه هناك قوات أمنية تدير وإدارية تدير هذا السجن، يعني قتل مدير السجن في هذه العملية، وهناك مستودعات سلاح فيها قنابل يدوية، فيها قاذفات RPG، فيها رشاشات BKC، بالتأكيد كأي قطعة عسكرية وخاصة إذا حدث تمرد يجب أن تكون هناك مستودعات للسلاح من أجل استخدامها وأنت بتعرفي أنه ما هو أول تمرد، تمردات كثيرة حدثت في سجن الحسكي ومن قبل هؤلاء الداعشيين. يعني خلينا نناقشها عسكريا، هي عملية منسقة بكل تأكيد. ما هي آليات التنسيق هنا يا سيادة العقيد؟ إذا لدينا عناصر متواجدين داخل السجن وعناصر خارج السجن، ما هو عنصر الربط؟ هلا انا جايكي بالتعدادات وانت بتستنتجي اللي بدك اياه. بالتاكيد ما صارت العمليه هيك الا في اسباب انا راح اوردها وحاططها ببالي. نعم. يعني هي عمليه بالتاكيد منسقه عسكريا ومفاجئه ومخطط لها، يعني ممكن انه اي انسان او اي مجموعه تخطط لاقتحام بنك او تخطط لاقتحام سجن او تخطط لاقتحام ثكنه عسكريه مثل ما حدث في العراق في شمال ديالى بالأمس وكانوا العناصر نائمين. بالتأكيد الظروف الليلية تمت فيها أيضا عملية السجن، هي بالتأكيد لم تتم إلا بمساعدة من الخارج أو من الداخل. يعني من خارج السجن هناك ممكن في الأحياء الموجودة في محيط السجن هناك نشاط لخلايا داعش مثل ما قال أخونا ما بعرف من وين، من ألمانيا أو غيرها، ممكن وهذا ليس بالمستحيل يعني أنه يتواجد في من يؤمن لهم اللوجستيات وخاصة الأسلحة. فساد داعش بتهرب الداعشي بـ1000 دولار، ما بالك أنه تبيعوا سلاح أو تبيع المواطنين سلاح. الفساد متواجد في كل مكان، ليس في الجيش الحر وليس في جيش النظام وليس عند قسد، الفساد معبي الدنيا حتى في العراق وفي كل الشعوب العربية للأسف. فإذا هناك أسباب لولا توافرها لما حدثت هذه العملية. دعيني أريدها بالتالي: أولا وجود تسهيلات قدمت للتنظيم من أطراف معينين. طيب قلنا مين هي الأطراف المعينة وداخل. يا سيادة العقيد؟ تماما، ممكن تكون أنه هناك تخفيف للحراسات من أجل استثمار هذه العملية أو حتى إبادة الداعشيين، خلينا نقولها. يعني احنا ليش بنقول انه مشان يهجروا او ما يهجروا؟ ممكن وبكره بتشوف الحقائق انه يمكن مئات القتلى من الداعشيين او حتى
إنها تحض الدول الأوروبية وأمريكا على إعادتهم إلى بلادهم، ولا تستطيع هي بمرات عديدة شكت أنه لا تستطيع إدارة سجن وأقصد قسد، وعلى الدول الأوروبية أن تجري لهم محاكمات أو تعيدهم إلى بلادهم. إذن هذا أول أمر، وجود التسهيلات. الأمر الثاني، بالتأكيد هناك وجود تراخي إداري وأمني واضح في السجن ومحيطه، يعني سجن لا يوجد حواجز في الطرق، 4-5 حواجز في الطرق المؤدية إليه، هذا غير معقول، يعني كانوا نايمين كمان، هذا غير معقول. الطرق والمحيط يجب أن يكون، إذا عندي سجن لازم أنا أكون أديره أمنيا بحواجز، بنقاط حراسة، بأبراج عالية، حتى أستخدم المناطق المحيطة العالية من الأحياء المدنية وأشرف على هذا السجن، هذا إذا كان هناك عمل تنظيمي ومؤسساتي. الأمر الثالث هو وجود اختراقات أمنية كبيرة وكبيرة جدا في صفوف قسد. طيب سأسأل عن هذه الاختراقات سيد إبراهيم، ولكن قبل أن أسأل سيد إبراهيم، سيد عبد القادر، هنالك من يرى أنه مع وصول كل إدارة ديمقراطية للبيت الأبيض نرى انتعاش لهذه التنظيمات في المنطقة ليتم استثمارها لاحقا. ذكرت حضرتك أيضا أنه من الممكن أن تكون قسد تستثمر بهذا الموضوع للبحث أو لاستمرار الدعم الأمريكي لها، أي تصور ترجح وإلى أين ستتجه المنطقة؟ من المؤكد تماما، دعني أقول لك، المنطقة متجهة إلى الفوضى من جديد، وهذا سيناريو يراد له بدليل أنه لم يتم هناك حلول سياسية للاستقرار. من يريد، لو كان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا تريد استقرار دائم للمنطقة، لذهبت إلى الحلول التي تجلب الاستقرار، ومن هذه الحلول صناعة نظام موجود في سوريا، أو مصالحة حقيقية وصناعة نظام في العراق. لكن كل هذه القضية لم تكن موجودة بهذا الأطر، مما يؤكد على أنهم يريدون الوصول إلى استمرار الفوضى الخلاقة من أجل حصد كثير من الأمور، وبالتالي المستفيد الأكثر هو تهجير أكثر عدد ممكن من المناطق. هذه من ناحية أخرى. اثنين، ما أسمعه حقيقة من ضيوفك بعيد كل البعد، لا تحليلا عسكريا ولا تحليلا سياسيا. ما يحدث الآن موجود، يعني دعني أكمل بقضية مهمة في قضية ديالة الذي يستشهدون بها البعض. نعم. استراتيجية داعش في احتلال أو أخذ الثكنات العسكرية، هناك ثلاثة قضايا: قتل الجنود، وثانيا أخذ الأسلحة، وحرق المقرات. ما حصل في ديالة، من قال أنه داعش هي التي استولت على ثكنات عسكرية في ديالة؟ اعطيني دليلا. يعني انا طالبنا يوم امس الحكومه في العراق ان تعطي، وتحديناها ان تعطي دليلا واحدا على صدق روايتها ان داعش من هجم على النقطه العسكريه في العظام في ديالى. لا يوجد هناك اي دليل. هم قالوا 10 نفرات، هنا حدث العاقل بما يعقل. كيف جرى تحديد عناصر داعش ل10 نفرات؟ من اين؟ هل لديهم اقمار صناعيه فليبثوا هذه الصور؟ هل هناك كاميرات حراريه فليبثوا صور هجوم داعش؟ ثانيا، داعش ترك أسلحة قيمة وكثيرة ومهمة بالنقطة العسكرية للجيش الحكومي في منطقة ناحية العظام. هل داعش يترك الأسلحة وهو بأمس الحاجة إليها؟ ثالثا، داعش ترك الأعلام والسيارات العسكرية، لماذا لم يحرقها وهو قتل جميع النقطة والنقطة في منطقة نائية لا وجود إسناد إليها إلا بعد عدة ساعات حتى علموا أن النقطة تم قتلها جميعا؟ القضية هذه حقيقة ينبغي أن نضعها في فلتر عسكري حقيقي، وأن ننصف في كلامنا العسكري بإطار حقيقي مهني، ليس بإطار يعني مزاجي. ما يحدث الآن هو عملية تغيير ديموغرافي في الحسكة، وسجليها علي أن الأساس من عملية إخراج المعتقلين الذين ليس كلهم داعش، لكن عملية إخراجهم من السجن للوصول إلى اشتباكات من أجل تهجير المناطق وتهجير السكان الأصليين لتغيير ديموغرافي في الحسكة، وهذا ما سيحدث من أول الاستثمارات. لمصلحة من هذا التغيير الديموغرافي سيد عبد الحفاظ؟ بالتأكيد لمصلحة الذين يريدون الاستيلاء على الحسكة، وأولهم قسد. يعني دعنا نقول إحنا لا نستهدف قسد لأنه قسد، لكن نستهدف الفعل بطريقة واضحة تماما، لأن هذه المصلحة يراد منها تقسيم المنطقة. مشروع تقسيم المنطقة الآن على أوجهه، ومن تدعم تقسيم المنطقة الكيان الصهيوني إسرائيل بطريقة واضحة تماما. لذلك هم يريدون تقسيم العراق وسوريا إلى كانتونات. طيب. تبقى ضعيفة متحاربة. وضحت هذه النقطة. بالعودة إلى نقطة كنت قد طرحتها عليك في بداية هذا السؤال، وهو
إدارة الديمقراطيين لملفات الشرق الأوسط وظهور هذه التنظيمات أو استعادة عافيتها أمام وجود إدارة ديمقراطية في البيت الأبيض، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ هذه الرؤية هي المهمة، لأنه معلوم تماماً على أنه سياسة الفوضى الخلاقة وعدم حسم الأمور هي من سياسة الديمقراطيين في البيت الأبيض، وهذا ما عملية تشجيع الكونتونات بطريقة واضحة على أن لا يستقوي أو أن لا تصل جميع هذه الفئات الصغيرة التي يراد تفعيلها من أجل وجود حروب في المنطقة حتى تبرر بقائها وتبرر وجود قوات عسكرية لها، هو بهذا الإطار يندرج. لذلك رأينا في كثير من الملفات أنه إلى هذه اللحظة لم يتم حسم أي ملف من هذه الملفات، لا في العراق ولا في سوريا ولا حتى في اليمن. يعني أقرب الحلفاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي السعودية، لكن لم تستطع يعني حسم ملف الحوثيين، وهي دولة تدخل بعدتها وعتادها. من الذي لا يحسم ومن الذي لا يعطي أهداف حقيقية هناك؟ بالتأكيد هم البيت الأبيض الديمقراطيين عندما يصلون إلى هذه القضية. لكن رأينا حقيقة في وجود الجمهوريين هناك بعض الملفات تتحرك نحو الحسم، هذا حقيقة يؤكد على صناعة الفوضى الخلاقة في المنطقة، هم رواتها وهم من حقيقة أوجدها في المنطقة. لذلك لا يمكن لحسم الملفات بوجود الديمقراطيين، وهذا ما تتجه إلى المنطقة. ولذلك للأسف نقول المنطقة متجهة نحو التصعيد الدموي الخطير، وبالتالي نشوء جميع كونتونات تتحارب في لغة السلاح، وهذا ما سيحدث من انهيارات أمنية كثيرة، طبعا بالتأكيد ضحيتها الشعوب التي تتواجد في العراق في سوريا ولها تداعيات خطيرة على المنطقة. لكن هم يريدون حصر النار في العراق وسوريا من أجل حقيقة وصول ملفات كثيرة. نحن نتكلم عن ملفات مهمة، أول هذه الملفات من الذين يستفيدون لوجود نزاع مسلح في العراق وفي سوريا هو لقطع طريق الحرير البري الصيني الذي تتنافس الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وإيران تأخذه مقاولة من أجل حقيقة الوصول إلى اللاذقية وإلى البحر الأبيض المتوسط. طيب، إذن نتكلم عن ملفات دولية تدفع فاتورتها المنطقة في العراق وسوريا. أستاذ إبراهيم، يعني أمام عمليات الهروب الناجحة، وطبعا سجن غويران هو ليست العملية الأولى لهروب عناصر من تنظيم داعش من سجون قصد تحديدا، وعمليات التهريب المدروسة والمدفوعة والتي يثبت فيها أو أثبت فيها تورط قادات من قبل قصد وإعطاء العناصر المهربين عناصر تنظيم داعش معلومات محددة بالتوجه إلى تركيا أو مناطق الغصن والدرع وما إلى ذلك لزعزعة الفوضى، إلى أي حد الفساد يستشري داخل ميليشيا قسد؟ يعني ليس هناك فساد ولا يحزنون كما يقال في العربية، الموضوع ما فيها كان هناك عملية لداعش إلى التنسيق مباشر ما بين مجموعات داعش في الخارج وفي داخل السجن، وكان هناك هل من الذكاء. فقط بهذه النقطة تحديدا، هل تعتقد بأنه من الممكن التنسيق دون وسيط؟ أعتقد المسألة هي متعلقة بتراخي أكثر ما تكون هناك تنسيق أو هناك شخصيات أو هناك يعني تعامل من قبل الجنود القوات السورية الديمقراطية مع عناصر داعش. أنا أعتقد هي مسألة التراخي ربما تكون هنا إحدى الركائز الأساسية، أن هناك هذا السجن كان هادئا في الفترة الماضية، وأيضا كان هناك نوع من الهدوء داخل السجن بالتعامل مع هذا الملف، وقوات السورية الديمقراطية أكدت خلال الفترة الماضية على هذه المسألة بالتأكيد وقالت بشكل واضح إنها تحتاج إلى مساعدة أقوى من قبل الدول من أجل دعم ملف هذا الملف، ملف مجموعات داعش، وهذا بالتأكيد هو دليل كافي يعني إن المسألة ليس هناك سيناريو فيلم هندي وليس هناك مخطط من قبل داعش. لا أعرف من أين أتى ضيفك اجتماع لقوات إيرانية وفلان مجموعة في دا في 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 سنونو وفي في العراق في شنغال، أنا أستغرب من هذه الملفات، المسألة لا تحتاج إلى كل هذا. داعش استعادت نفوذها مجددا وهي اليوم مدعومة في البادية السورية، وهناك تغطية واضحة على مجموعات داعش والجميع يدرك أن هذه تغطية من النظام السوري المجرم، وأيضا هناك تراخي من قبل الروس في هذا الملف، وأيضا لو تشاهدون الإعلام التركي منذ يوم أمس ماذا كانوا يقولون، الدولة الإسلامية انتصرت في حسكة، وأيضا بعد المعارضة أيضا كانت تزغرد لهذه المسألة. أنا أعتقد طيب يا أستاذ إبراهيم فقط أيضا التساؤل المطروح اليوم، قصد وقوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة ماذا تفعل أمام كل هذه المعلومات المكشوفة؟
المسألة ليست بتلك البساطة، يعني هذه مجموعات هي مجموعات إرهابية وهناك حاضنة، وأعتقد أن أتحدثت حاضنة، بشكل مفصل من عن هي هذا. الحاضنة اليوم؟ هنالك المجموعات اتهامات النائمة، للمدنيين المجموعات يعني. النائمة النائمة الموجودة في بعض المناطق، المجموعات النائمة التي تساعد في هذه العمليات، هذه المجموعات هي الأساس. طيب من قال خلينا لك؟ نتفق لنفرق بين يعني الخلايا النائمة وبين الحاضنة الشعبية للدواعش. لا يوجد حواضن شعبية للدواعش إذا كان هنالك خلايا نائمة. سيدتي، النظام السوري منذ 3 أعوام هي تعمل بشكل واضح جدا في مدينة الحسكة والريف الحسكي، وهي تحاول بشتى الوسائل خلق أزمات في هذه المدينة وفي منطقة الجزيرة بشكل عام. هذا النظام، الكتائب الذي تشكل باسم كتائب البعث المقاومة البعثية في مدينة الحسكة، اتحاد الشباب العربي، هذه الأشياء أيضا هي واضحة، توجهاتها كان واضحة، هذه التوجهات، بعض الشخصيات موجودة في تركيا، بعض تسمي نفسها عشائر عربية، هي أيضا لها يد في هذه العمليات والخلايا النائمة. حينما أتحدث عن الخلايا النائمة، هذه الحاضنة التي أتحدث عنها هي نفسها خلايا نائمة، هي ليس شخص وشخصين، هناك حاضنة، الخلايا النائمة التي لا تحاول أن تظهر بشكل علني، ولكن هي موجودة في مدينة الحسكة والجميع يدرك، من يعيش في مدينة الحسكة ويعرف ديموغرافية مدينة الحسكة يدرك ماذا يحسم مدينة الحسكة. القضية ليس متعلقة بطريق الحرير ولا القضية الصينية في المنطقة، داعش انتعش من جديد. المتضرر الأول من هذه العملية هم القوات الكردية في المنطقة، سواء كان في إقليم كردستان العراق قوات البيشمركة، أو في سوريا قوات سوريا الديمقراطية الكردية العربية، هم المتضررين الأساسيين. المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة هو مجتمع صامت، لا يتحرك، لا يقدم الدعم الحقيقي لقوات سوريا الديمقراطية من أجل هذا الملف. المسألة ليس كافية في مواجهة داعش على الأرض، وإنما أيضا مثل مسألة مخيمات الهول، وأيضا مسألة السجناء داعش الذي كل شخص منهم هو بمثابة قنبلة موقوتة في هذه المنطقة. لنكن واقعين على هذه المسألة، هذه التغيير الديموغرافي في المنطقة إنما حصل تغيير ديموغرافي واضح في جميع المنطقة الكردية، وهو إن اليوم 60-70% من سكان المنطقة الكردية أصبحوا غير الكرد، سواء من الذين قاموا فيها النظام التركي في المنطقة أو النظام السوري، أو استقبل قوات سوريا الديمقراطية في المناطق الكردية الآلاف، مئات الآلاف من الأخوة العرب يعيشوا في مدينة القامشلي وكوباني وسريكاني ودرباسية والملكي. وضحت هذه النقطة سيادة العقيد. يخشى من عمليات انتقامية بحق المدنيين القاطنين في تلك المناطق بحجة تواجد عناصر تنظيم داعش بينهم. يعني أتصور ضيفكي، ما بعرف، العراق يعني أول شيء لغى عنا فكرة التحليل العسكري لأخونا طيب. نهائيا. سيادة العقيد، فقط لاستثمار الوقت في هذه النقطة، العمليات الانتقامية لو لك. تمام نعم. تمام تمام، خليني تمام، لغى عنا يعني الصفة وقال ضرب بعرض الحائط التحليل العسكري تبعنا، وعمل عمليا عمل قصد دولة عظمى، يعني شوي اللي بيعملها بدال أمريكا وبدها تسيطر على المنطقة وهم منبوذين في المنطقة، أي منطقة وأي حسكي. ألغيت العشائر العربية اللي إذا بيطلع واحد خارج بيته بده يعمل مقتلة، يعني هذا الأمر مفروغ منه أستاذ أحلام. لن يكون هناك تغيير ديموغرافي في الحسكي مطلقا مطلقا مطلقا. طيب. ولا هل هنالك مخاوف من عمليات انتقامية في المنطقة؟ تمام تمام، ممكن انه تكون عمليات انتقامية، انا ماني ضد هالامر. يعني الان يوم اللي امبارح ارام هذا الناطق باسم ميليشيا قسد عندما قال داعش تتخذ من المدنيين دروع بشرية، هذا يأتي لاحقا من اجل تبرير اجرامهم بحق المدنيين حقيقة وسقوط كل أنواع القتلى وعدد أعداد القتلى. يعني ممكن بكرة يخرجوا علينا يقولوا كانوا يقولوا مبارح 5 مدنيين، بكرة الموجودين في المناطق بيقولوا أنه أعداد المدنيين القتلى 500، بيعلقوهن على شماعة داعش. أنا لست ضد هذا الأمر، أنه ممكن أنه تستثمر، وقلت بداية الحديث أنه هذه العملية، بس ضيفك من العراق ألغى وجود داعش نهائيا. لك طيب. يا أخي اللي ما صار داعش بده يصير داعش بالانتقامات. أنا إذا قتل القسد قتلت أخوي، أنا وعشيرتي بدي أصير ضد قسد وأصير طيب. وضحت هذه يسموا النقطة المقاومة الشعبية السنية هي عناصر داعشية. أي إنسان الآن هناك مقاومة وهناك ثار للعشائر العربية من التواجد الأمريكي ومن التواجد الروسي، أنت ألغيتها بالمطلق. طيب. وضحت نهائيا النقطة سيادة العقيد. وهذه العمليات وضحت الانتقامية النقطة سيادة العقيد. اسمح لي أن أنتقل للأستاذ عبد القادر لسؤاله عن ما هي الجهة أو الجهة الجغرافية التي مراد لعناصر تنظيم داعش الهاربين الانتقال إليها اليوم؟
من المعلوم تماما أن سوريا والعراق هي مركز العمليات بهذا الإطار، وبالتالي بالتأكيد هناك إدخال من ضمن الحدود لكثير من الأمور. وهنا أعيد بالذاكرة أن من نقل داعش، وهنا ينبغي أن نفرق، أنا لم أقول أن العشائر العربية ولا أقول أن أهلنا في الأكراد هم ينبغي أن يغيرون أو أنهم متهمون، أنا أتهم من يحمل السلاح ويعمل على تنفيذ الأجندات بطريقة واضحة وصريحة. وبالتالي لا ينبغي على كل من يدافع عن نفسه يسمى داعش، أن داعش تنظيم واحد معروف. لذلك هنا أحيل بالذاكرة من نقل داعش بباصات مكيفة مع أسلحته إلى الحدود العراقية إلى الداخل السوري هي ميليشيات حزب الله اللبناني. وبالتالي المحور الإيراني متواجد لإدارة الصراع في تغذية وجود هذا الصراع، ولا سيما أن هذه الأوراق يستخدمها لأن الولايات المتحدة أيضا تحتاج إلى جزمة عسكرية على الأرض وهو يمتلك هذه الميليشيات. لذلك هنا أقول أن المعسكر الكبير للميليشيات الإيرانية والقوات الإيرانية في دير الزور حقيقة يمتد بكثير، وكذلك يمتد أيضا من الحدود العراقية في البوكمال إلى منطقة الحسكة إلى منطقة سنجار. كل هذه الحدود تمتلكها ميليشيات موالية لإيران وميليشيات ولائية سواء الحشد الشعبي أو في الجانب السوري. لذلك حقيقة يراد من خلالها أن هناك لعبة كبيرة. هذه حقيقة هنا لا أنفي وجود داعش، لكن عملية إحياء داعش هذه العملية حقيقة تهدف إلى صناعة وليس إلى أنه هو قوة يمكن أن يعيد نفسه، لأنه من ذا الذي سيعطيه السلاح أولا؟ ثانيا إذا قلنا على سبيل المثال الآن المعارك موجودة وداعش أخذ بنادق أو أسلحة السجن، هذه الأسلحة تحتاج إلى عتاد. إذا مطوق الحسكة من الذي سيزود داعش للقتال ليستمر عدة أيام؟ والعتاد يعني معروف العتاد سواء الار بي جي سفن أو المتوسط أو غيره سينفذ في نهاية الأمر. نعم. لذلك القضية تتعلق بإطار أكبر، المستفيد من هذه القضية عدة دول في مقدمتها إيران، الولايات المتحدة الأمريكية تبرر وجودها، الكيان الصهيوني يريد أيضا لصناعة شيء موجود في المنطقة، وكذلك القوات المحلية التي تسيطر بإطار طائفي أو عنصري أو قومي على بعض المناطق وتريد تغييرات ديموغرافية، كلها حقيقة تستهدف. لأنه أحيد بالذاكرة أيضا لعملية اكتشفت بعد عدة أشهر أن من فعلها هي صراع يعني صراعات حزبية داخل العراق في قرى الإمام في المقدادية، لكن في نهاية الأمر عندما تم تهجير أهلها وعدة قرى إلى هذه اللحظة 4 أشهر لم يعودوا. لذلك عندما يقول لن يستطيع أحد أن يهجر الحسكة، من الذي سيعيد آلاف الناس الذين يخرجون الآن مشيا هم وأطفالهم في الحي الزهراء وفي غورين في الحسكة؟ لا أحد سيعيدهم بالتأكيد. لذلك حقيقة القضية كبيرة تماما، ويراد حقيقة صب الزيت على المنطقة، والمنطقة متجهة إلى تصعيد خطير في سوريا والعراق. شكرا جزيلا لك عبد القادر النايل الباحث السياسي، كنت معنا من عمان. أشكر أيضا إبراهيم كبان مدير شبكة جيو استراتيجي للدراسات من دوسلدورف، وأشكر أيضا العقيد فايز الأسمر المحلل العسكري كان معنا من غازي عتاب. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة، بأمان الله. Yeah.